وينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف مصطفى أحمد، عضو بألتراس وايت نايتس. مرحبا بك أستاذ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. بما تفسرون هذا التعامل من قبل قوات الأمن مع أعضاء الألتراس؟ عفوا السؤال مرة ثانية. بما تفسرون هذا التعامل من قبل قوات الأمن مع ألتراس وايت نايتس؟ والله يا فندم هو ده بقى وضع احنا عايشينه، بقينا مجبرين عليه، ملناش اي راي فيه. الامن بيتعامل معانا بطريقه قمعيه زي ما كان بيتعامل معانا الاول، زي بدايه ظهورنا كاننا فعلا حصنا من البلطجيه. بس يعني هو الموضوع ان احنا يعني ملناش اي علاقه بكل اللي بيحصل دوت. هم ليه بيتعاملوا معانا كده اصلا؟ احنا كل اللي احنا بنطلبه او كل مطالبنا دخولنا المدرج. طالبين اكتر من كده؟ اعتقد ان الامن يعني مش عايز يفهمنا، مش عايز يحاول يتواصل معانا باي فكره. احنا ما بنحاولش ان احنا نضر البلد، ما بنحاولش ان احنا نضر اي مصلحه في مصلحه البلد. احنا كل اللي احنا بنطلبه ان احنا ندخل المدرج، نشجع نادي الزمالك، مش اكتر من كده. طيب ما المبرر الذي ساقته النيابه لمنعها المحامين من حضور جلسة عرض الأعضاء في الألتراس على النيابة؟ والله دي برضو حاجة احنا مش قادرين نشوف لها مبرر أو مش قادرين نفسر لها مبرر. بس هم بقت مبرراتهم كتير، أي حاجة ممكن تتقال، والمطلوب مننا إن احنا نرضخ ونسكت، ما نتكلمش، ما نفتحش بقنا. يعني هو ده كل اللي هو عايزينه مننا، ما فيش مبررات. يعني إن هم يهدموا البيوت، ياخدوا الاهالي. طب هو ليه يعني ايه اللي حصل مننا علشان هم يتعاملوا معانا بالاسلوب دوت او بالطريقه ديت؟ احنا برضه هرجع اقول لحضرتك ان احنا كل مطالبنا ان احنا كنا نخش المدرج. احنا ولا اعتدينا على حد ولا تعرضنا لحد باي اذى او اي سوء في اي حاجه. طيب هل هناك علاقه بين تصريحات مرتضى منصور وما يحدث لكم اعضاء ألتراس نايت وايت؟ سياده المستشار مرتضى منصور شايف ان احنا شويه بلطجيه، شايف ان احنا بنضر النادي، شايف ان احنا اعتدينا عليه. واعتقد ان ديت باينه للراي العام كله ان هي مسرحيه هو عاملها. احنا ما حاولناش ان احنا في يوم من الايام نعتدي على ممدوح عباس اللي هو قتل واحد مننا اصلا. ما حاولناش ان احنا نتعرض له باي حاجه، فازاي هنعترض على واحد يعني مجرد ان هو بيعارضنا؟ يا فندم احنا ألتراس وايت نايتس عباره عن مجموعه من الشباب في فكرة في دماغهم بيحاولوا ان هم ينفذوها. الشباب دي كلها شباب جماعيين، شباب على قدر عالي جدا من الثقافة والتحضر. استحق ان هو هيبقى فيها الهمجية في الرب. احنا لما بنحب نوصل فكرتنا بنوصلها عبر المدرج، بنوصلها يعني بنوصلها للناس باسلوب راقي، باسلوب جميل، باسلوب مضيف. استحالة ان احنا يصدر مننا حاجة زي كده. بس طبعا مرتضى منصور يعني دي لازم يعمل التمثيليه ديت علشان على اثرها يحصل الاعتقالات، كميه الاعتقالات اللي حصلت ديت كلها بدون اي وجه ذنب وبدون اي وجه حق. مصطفى احمد عضو بألتراس وايت نايتس، شكرا جزيلا لك.